جلسة الحكم على رامز جلالي 31/12 اللي جاي بتهمة سرقة فكرة برنامج رامز تحت الأرض ورامز تحت الصفر. وري همك مع احمد مطوع ولا عايز يصلك فيديوهات اللي جايه من السيشن عامل فول ولا مش عامل ولايك للفيديو ده وكام اكسبلور ولو عندك اي سؤال سيبه في كومنت. اول حاجه ما تنسوش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه واتم السلام. تم تحديد جلسه لرامز جلال هتكون يوم 31/12 اللي جاي بتهمه طبعا سرقه فكره برنامج رامز تحت الارض ورامز تحت الصفر، والشكوى دي متقدمه طبعا من الكاتبه هيام كمال طبعا بتهمه طبعا سرقه فكره ان هي طبعا اللي عامله الفكره او ان هي اللي كاتبه الفكره دي. مش بس رامز جلال المتهم في القضيه دي، ولكن كمان مالك قناه ام بي سي متهم في نفس القضيه اللي هي رقمها 1641. في كل تفاصيل ان شاء الله هتابع معاكم يوم 31/12 الحكم ايه واتحكم على رامز جلال بايه. السلام عليكم. بقاني بعمل فولو على تيك توك، فولو على انستجرام، وسبسكرايب على يوتيوب. خبر يهمك مع احمد مطوع.